ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا شنو دار برد الكتاف للسيدة. واتقت كاميرا المراقبة عملية سرقة صادمة تعرضت لها السيدة بالقرب من المحكمة الابتدائية بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء. وبحسب الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد باغت السارق الذي كان على دراجة نارية سيدة كانت فوق الرصيف، وفي لمح البصر قام بالصعود فوق الرصيف وسرقة حقيبتها اليدوية والفرار إلى وجهة مجهولة. ومع ذلك حاولت السيدة اللحاق به لعلها تسترجع حقيبتها، كما قام مواطنون بملاحقة السارق في محاولة منهم القبض عليه. هذا وفور انتشار الفيديو طالب النشطاء بضرورة القبض على هذا السارق من أجل أن ينال عقابه. وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء معلقا: المشكل ما كاينش هناك شي قانون رادع بحيث اللي شفر أول مرة 10 سنين إلى عاود 20 عام إلى عاود 60 عام والسجن يكون مع الأعمال الشاقة ما يبقى يعاود تواحد.